أنا حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر لحظة بكاء رجل مسن أثناء زيارة بيته القديم. طبعا وظهر المسن في هذا الفيديو وهو يضع رأسه على جدار بيته القديم ولم يتمالك دموعه، فانفجر منتحبا بالبكاء، ثم ألقى بعض النظرات على أنحاء المنزل من أعلى بصحبة شاب. أشار رواد التواصل الاجتماعي إلى أن الرجل لم يتمالك دموعه عندما استعاد بعض من ذكرياته في منزله القديم. خلونا نشوف. الله يرحمهم يغفر لهم. يا الله،